عليكم. أنا هادي طاطيم مراسل تلفزيون سوريا، وأنا من مدينة تدعى صقبة في الغوطة الشرقية. في هذا التقرير أريد أن أعرفكم على معلومة جديدة لا يعرفها الجميع عن الغوطة الشرقية. فرغم المساحة الجغرافية الصغيرة للغوطة نسبيا، إلا أن فيها مجموعة من المدن والبلدات والقرى المتصلة عمرانيا، فلا يفصل بين صقبة وحموريا مثلا سوى قوس حديدي. وعلى الرغم من ذلك تجد لهجات مختلفة لكل مدينة، وفي أحيان قليلة هناك لهجات متعددة في بلدة واحدة. ما رأيكم في هذه التجربة السريعة أن نستمع إلى لهجات أهل الغوطة؟ أميز لهجة بين لهجات الغوطة كلها؟ والله أكثر شيء الدوامنة والعرابنة، هدول اثنين أكثر لهجتين مميزين، يعني مثل ما بقولوا مشهورين بكل سوريا وبرات سوريا كمان. شلون بتقول ياسين أبياسين؟ إيه مثلا أنا أبياسين حوين، وينك يا أبياسين؟ إيه وتلاقي مثلا الدماني، لو أبياسين وين تروح اليوم على المزرعة؟ كيف تتميز من حيث تلوين الكلام؟ أخي تلوين الكلام دائما شعبنا الحموري، شعب حموري خصرنا، بيستخدم مفردات غير اهل كل الضياع، غير اهل الضياع كليات اللي حوالينا. ماشي الكلام كلياتها كلياتها بدون استثناء. طبعا ما بتغلب بلدي، هذا واقع، هذا واقع، ما فينا نتجوز يعني، لا انا ولا انت، حتى العالم كله بشهد فيه. هلا بالنسبه لاهل سقبة، سبحان الله اللهجه تبعها يعني 90% من ضمن الشام، يعني من لهجتها من لهجه الشام اللي الله حيه وكذا، هيك بهالطريقه هاي يعني. بس في مط باللهجه السقبة؟ هلا بالغوطه ما في، اكثر شيء بالبلد ما في غير اهل عربين ما شاء الله عليهم، وجسرين كمان في عندهم اللهجه، وحموريه كمان الله يخلينا اهل حموريه كمان هيك. هلا انت لانك من سقبة بجوز ما عم تبين معك، بس اللي غير سقبني بتبين معه انه في لهجه خاصه او في طريقه كلام خاصه. هلا والله انا ما بيجي ببالي انه عم بحكي على العريض ولا على الضيق، بس نحن هيك سبحان الله لهجتنا هيك شوي مفرده بسهل سقبة. لك والله هلا جسرين بالذات في عالم كثير مثلا بتحبك تمزح معنا بتقلدنا بمطوا بالحكي، يعني مثلا كلمه هاتا وخدا وساويتا، يعني هاي الكلمات معددة كتير يعني. وشريك لابد منا، الله حي شريك لابد منا، يعني الله يجبر بخاطركم. هلا مشهورة مدينة دوما باللحم الجمل، أكثر الشيء يعني اللي معروف عنا، يعني بس تذكر دوما كل الناس بتقول لك لحم جمل. شو في نهفات مشهورة فيها؟ موضوع النهفات هلا أكثر شيء موضوع حلفان الطلاق، يعني بتحس إنه عنا كثير هذا الشيء سائد عنا، إنه بيحلفوا بالطلاق كثير. طيب شو في كلمات مشهورة بدوما بتنقال فقط بدوما على مستوى الغوطة؟ أيولو أو أيلو، هاي مشهورة بدوما كتير، يعني كتير الناس أو بعض الأصدقاء والهيك إنه من باب النكتة علينا إنه جماعة أيولو. من باب النهفة الناس بيقولوا إنه أنتم بتقولوا كذب، يعني ما بتقولوا كذب؟ هلا هي لا تقريبا نحن الكسرات والهي تقريبا، لأن باللهجة العامية قليل نستخدمها، بس ما في يعني إنه بيختلف الحكي كتير عن ال... هي قلت ما في هي بس بيقولوا كذب. هلا كذب عربين وزيتون، الزيتون بحرصنا. معناتها الزيتون لإلكم؟ زيتون. شو في كمان كلمات هيك مثل الزيتون؟ ليمون. بسقبة في حارة، حارة الجماجة، بيحكوا تماما مختلفين عن كل اهل سقبة. والله هنيك كثير على العريض يعني عمتي هنيك الله يقويها الهي يا رب، يرحم اولادها ويرحم الشهداء كلهم. فسبحان الله عاد فوت لعند عمتي عالم ثاني كان اولاد عمتي صغار سبحان الله، اول ما فوت نعيد عليهم الله حيو خال يعمل لي هيك. هلا بالنسبه لزملكا، زملكا يعني لهجاتها يعني لهجات قريبه لدمشق يعني، بس يعني في عنا مثلا اللهم صل على النبي كلمات، يعني كلمات تنحكى انه مثلا يابي عواد بابا يعني بيقولوا يابي كانوا هيك يعني. ايه البناية بناية بناية بتضموا بعض الكلمات بس ما كتير فيها مط. شفت هلا مثلا لك ما كتير النافة وين ايام بعلاء او في جماعه هيك من جوبر هيك بيقول لك رقدت، والله هي رقدت ما بعرفها، بعرف ركدت اما رقدت ما بفرق. ضياع جمال الاخ الكريم هو عباره عن بقعه جغرافيه بيوزعك على اربع بلدات ومدن، تمام؟ هذا ضياع جمال هو تقريبا بالقسم الشمالي من مدينه حموريه، تمام؟ يسارا انت جاي من حموريه او مغادر من حموريه انت بيعطيك العربين وعلى حرستها وهيك على المدينه، يمينا بيعطيك على بسوا
وعبي سوي شعري والأرض الزراعية. شمالا دغري بوصيك على دومة وحرست دومة وحرست بوصلك لهذيك دومة وحرست دغري هذا اي دغري هذا على دومة ومسراب قبل ومسراب قبلهم كمان. انتبهت انك قلت دغري؟ اي دغري دغري طوالي مو دغري 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 اي شو اللي بيميز لهجة عربين عن بقية بلدات الغوطة؟ طبعا هي بيميزها انه هي بتشط بحكيها شوي، يعني انه لما بيحكي الواحد عربيني فورا مباشرة الشخص اذا كان من حوالين عربين او برات عربين دغري بيعرفوا بيقول له انت مثلا عربيني، بيقول له ايه والله. مثلا كل العالم بتقول زيتون فاصوليه، الا مثلا عربيني بتساله شو، والله طالع على الزيتون. فهي دغري مباشره هذا يعني يعرف الشخص انه هذا عربيني بشط بالحكي. طبعا هاي اللغه قريبه جدا على لغه اهل اللاذقيه، حصرا سلمى وهي واللاذقيه المدينه هاي كتير كتير. كان لما كنت أنا عسكري كانوا يفكروني على طول من اللاذقية. دوما كيف بيحكوا؟ دوما طبعاً في إلهم نبرة مثلاً، آخر شيء بيكسر الكلمة مثلاً بتقول له تروح على المنطقة الفلانية بيقول لك آي آي بروح. فدغري تعرفوا إنه هذا دوماني، وخاصة إذا بيقول لك إيلو وين أنت عايد، فمباشرة ببين إنه من كلمة لو أو آي ببين إنه سبحان الله. مع إنه عربين ودوما تربطون يعني في صلة بين التنتين، علاقة تجارية ماكنة مو من مئات السنين. يعني دوما وعربين حصرا في قسم مشترك بيناتهم اللي هي التجارة. لهجة حرستا؟ لهجة حرستا طبعا أنا بيتي بيفرع عن حرستا، هو تقطيعة شارع أربع أمتار. سبحان الله جيراني المقابيل مني بيحكوا عكس مني. أهل حرستا طبعا بتضم الكلمة أخيرة، ما بقول لك مثل أهل حمص، بس مثلا وين رايلو وين ايه شو زيتون هيك، يعني مثلا في عنده النمرة سبحان الله مميزة. عن شو في كلمات مثل الزيتون مثلا؟ بدك خبز؟ خبز في خبز هيك بيحكي سبحان الله الحرستاني، بتميزه بهي الكلمة. ما هو السبب برأيكم لاختلاف لهجات في مدن لا يفصلها جبل أو نهر؟ أخبرونا بالتعليقات عن وجهة نظركم، ولا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم ليتعرفوا ربما على معلومات جديدة. قبل أن أنسى يجب أن أخبركم بسر صغير، فكل أهل الغوطة ودمشق وريفها تقريبا لا يستخدمون حرف القاف في الكلام العامي، فهم لا يقولون سيارة قصة بل يقولون سيارة قصة، لذلك وجب التنويه.